السلام عليكم أيها المسلمون، أخبروا المنافقين وإخوانهم بأن المسلمين لم يقعدوا للفرجة والدعاء على الكفار كما أشاعوا هم في أول أزمة كورونا، ولم ينتظروا أن يكتشف الكفار لهم العلاج كما كانوا يلمزون ويسخرون. أخبروهم أن المدير التنفيذي للشركة التي تملك أهم كارت في مواجهة فيروس كورونا، جهاز التنفس الصناعي فنتيلاتور، رجل مسلم اسمه عمر إشراق، قد أعلن قبل أيام عن تبرع شركته الإيرلندية ميدترونيك بحقوق الملكية الفكرية لهذا الجهاز ومنحها مجانا لكل دول العالم لإنقاذ أرواح أكبر قدر ممكن من البشر. أخبروهم أن فريق جامعة جون هوبكنز الذي يسعى لإنتاج أسرع تيستينج كيت لتشخيص فيروس كورونا تقوده طبيبة مصرية مسلمة اسمها هبة مصطفى. أخبروهم أن الآلاف من الأطباء المسلمين يقفون الآن في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا الوباء، حالهم كحال غيرهم، وأن أول 3 أطباء سقطوا شهداء في بريطانيا هم مسلمون ماتوا هم يعالجون غير المسلمين، أمجد الحوراني وعادل الطيار وحبيب الزيدي. أخبروهم أن ثقافة المسلمين في النظافة الشخصية بالمياه وأقصد الشطافة ساعدت خلقا كثيرا في أوروبا وأمريكا بعد أزمة اختفاء ورق التواليت، حتى أن أمازون في الأيام الأولى باعت كل المعروض لديها من الشطافات. أخبروهم أن تعليمات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الحجر الصحي والأخذ بالأسباب المادية والطبية تم الإشارة إليها والإشادة بها والاستفادة منها في هذه الأزمة، وأن البروفيسور الأمريكي كاريج كونسيداين كتب مقالا طبيا في مجلة نيوزويك الأمريكية الشهيرة عن وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند حدوث الوباء، وصرح بأن النبي محمد أول من تكلم منذ 14 قرن عن مبادئ عامة يقرها الطب الحديث اليوم في مواجهة الأوبئة الخطيرة، وأن محمد عليه الصلاة والسلام لم يواجه الأوبئة بالصلاة والدعاء فقط كما يصور المنافقون. أخبروهم أن العلماء في بلاد المسلمين اتبعوا الإجراءات العلمية والطبية والفقهية الصحيحة وأوقفوا العمرة والجمعة والجماعات وأقفلوا المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولم يخيبوا مثل أحبابكم في إيطاليا وأسبانيا والدول المتقدمة. أخبروهم أن الوباء خرج وظهر في بلاد لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، في بلاد تطبخ الميتة وتأكل الخبائث، ولم يخرج من بلاد المسلمين لأنهم يتوضؤون ويغتسلون ويتطهرون ولا يأكلون إلا الحلال الطيب النظيف الطاهر. أخبروهم أننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وأن دعاة الإنهزامية معاول الهدم منافقو هذا العصر، فلا هم قدموا للبشرية ما ينجيهم ولا هم دعموا جهود من يبني، ولا هم كفوا ألسنتهم وأقلامهم، وودوا لو تكفرون.